السلام عليكم. اول حاجه قناه شوف تي في، شكرا بزاف اللي لبيتوا الطلب ديالنا. المشكل ديالنا هو الاخ ديالي توفى، يعني في حادثه سير نهار 8 اكتوبر 2021 يفات الشهر اللي فات. المهم واحد حنا قالوا لنا راه كان غادي الطوموبيل، السيد اللي قتلو كانت غادي الطوموبيل وخوك خرج فيها من لور، ولكن واحد شويه تاني رجعنا هاد شي 3 ايام هادي ولا 4 ايام كنسولو تما، ومشينا نيت عند الدرك الملكي، مشينا عند واحد ولد العم ديالو تما في جيت سيد عبد اللغيات فين توفات، فين وقعت لي الحادثه حنا من سيد الزوين. ملي كان يعني كنسولو داكشي ماشي السيد ما كانش واقف، يعني كان داير كان غادي يدور وما دايرش سينيال. ملي كنسول الناس وداكشي من تما من النواحي تيقول لي كان مول الطوموبيل كان داير وما دايرش سينيال وضرب الاخ ديالك، لاح الاخ ديالك. المهم هما تيقول لك لا لا داير سينيال وهذا، ولكن هو ما دايرش سينيال، يعني قطع عليه هذيك البلاصه كاع عليه، ممنوع عليه يدور فيها. اسمي ما يعني ما كاينش بلاصه من يدور، وخلط خلط وقف دار يعني بلا سينيال بلا حتى حاجه، ضرب الاخ ديالي زاد فحالته، يعني ما تقبط ما حتى حاجه، ما دوز لا حبس لا والو، ضربو تقتل يعني 4 ايام هو مريوح في الكوما حتى في السبيطار يعني كاين اهمال بزاف ما داوهاش فينا احنا. بعدا انا اصلا ملي جاني اتصال اول حاجه جاني اتصال باللي راه خويا وقعت لي اكسيدو ما تقبلتهاش، لان هذاك راه ماشي خويا، هذاك راه الروح ديالي، راه الروح ديالي راه بشهاده يعني بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس يعني رزانة في خويا، رزانة في حياتنا، راه حياتنا تشتات كامل، العائله على قدها، ماشي قتل قتل عبد اللطيف بيدح، راه قتل العائله على قدها، يعني كل شيء. الوالده ديالي دروكا كان انا هاد السيمانه في العطله جيت عندها، راه كتخلينا مع المقبره قريبه للدار، كتخلينا وكتمشي بالليل كنتبعوها تنجرو، ها بنت خويا كتبات معنا حتى هي بالليل كنخرجوا نجرو ما كنلقاوهاش، كنلقاوها مشات للمقبره. واحد الحاله زعما واحد الحاله يرثى لها، يعني ضربوا بحال قتل دبانه، زاد ما تسوقش، يعني ما تقبطش ما تشدش، علاش اللي ما يتشد؟ كان طالبوا فتح التحقيق والكاميرات، الكاميرات يعني ملي مشيت انا مشيت هذيك النهار قال لك راه سميتو مشيت نيت عند الجندار مسولت وداكشي، قال لك راه داك لا محضر، قال لك لا المحضر صيفطنا للمحكمه، فهمتي؟ يعني حنا بغينا نشوفوا اشنو دار في هذاك المحضر، يعني واش دار فعلا هذاك الشيء اللي خصو يدار، داك الشيء اللي خصو يدار واش دار فيه؟ ما حيت في الاول هما تيقول لنا خوك خرج في الطوموبيل، ملي مشينا يلا 4 ايام باش ضرب الاخ ديالي ديك الساعه باقي ما توفاش، دزنا عند هذاك السيد مول ولد عمو مول القهوه، دزنا عنده قال لك راه الطوموبيل كانت واقفه، الحاج كان مستاسيوني في جنب الطريق، خوك خرج فيها، وما يمكنش هاد خويا واخا يكون عور ما يمكنش يخرج فيها، ما يمكنش، قال لك خوك ما دايرش الضو، قال لك ما دايرش الضو هذاك ما شاعلوش، داير هذوك العوينات، والعوينات كيديروها هكا ما يمكنش، وهذيك الطريق اصلا ما فيهاش الضو. ملي رجعت عندو شي 3 ايام هادي انا والام ديالي والاخت ديالي، مشينا عند الجندارم سولنا تما وعاودنا دزنا عندو حتى هو، قلنا ليه زعما كيفاش وقع ديك النهار، انت كتقول لينا الطوموبيل راه خوك خرج في الطوموبيل وحنايا راه ما خرجش في الطوموبيل، حيت انا من نهار مشيت في حالتي سافرت لداري وانا غير كندوز غير كنفكر، حيت تنشد تصاور ديال الموتور معنا مصوره الموتور ما تقاش لقدام نهائيا، لو خويا خرج في الطوموبيل خص الموتور يدقدق من القدام، الموتور ما مقيوش ما مقيوش، يعني هاد الجنب اللي كان خويا راكب هكا، يعني هذاك القرينه هذيك الدجاجه هي اللي طارت وضرب ضرب واحد شويه من هذيك البلاصه الكونتور، واحد الدجاجه هكا يقدر غير خويا اللي ضرب هكا، والضرب من واحد بحال دابا الرويد هكا، ديك الحديده اللي كتهز ما بين الشرج والتحت، يعني ضربت هذيك البلاصه، الطوموبيل مقيوسه من اللور شويه هكا. الاخ ديالي اصلا ما شناهش، وانا عمرني في حياتي ما غنسى خويا شتو امتى، شتو نقول لك 20 يوم نقول لك شهر قبل ما يتوفى، كنت جيت هنايا جيت وليداتي وجيت هنا لسيد الزوين تما فين شتو تما فين شتو، يعني خويا دوزت معاه واحد النهار زوين، النهار مشى ثاني حتى للخدمه ورجع، دوزت معاه واحد النهار زوين ثاني مشى لخدمته، يعني خويا ديما تيسوق كيمشي بالليل كيمشي بالنهار، ما عمرو وقع عليه شي حاجه، ما عمرو عنده شي حاجه، ما عمرو عنده شي مشكل. خويا من تما ما بقيتش شتو، حتى عيطوا لي في التليفون، عيطت لي الاخت ديالي في التليفون قالت لي راه عبد اللطيف وقعت لي اكسيدو، قلت ليها فين وداكشي، قالت لي في سيد عبد اللغيات في دوار بن عمار، دوار بن عمار حدا واحد القهوه،
صافي يعني انا بالليل ما يمكنش نقبل الطريق لانني انا مدينه اخرى من غير مراكش. حتى الغد اللي جينا ملي جينا في السبيطار محمد السادس يعني ما تيخلوكش تدخل عنده، تيقول لك في الانعاش، تيقول لك كوما في الانعاش، ما يمكنش ليك تشوفيه. كندخل نحاول نطلب كل شيء والو ما يمكنش ليك، حتى تيخرج ليك الطبيب ما عرفت مع ديك الوحده ولا الجوج بحال اليوم. الطبيب الاول بعدا قالت لينا راه الحمد لله راه بخير وهذا راه غادي يولي بخير ان شاء الله، راه 50% ديال الخطر راه تحداها. الغد لي كتخرج لي طبيبه اخرى كتقول لي راه سميتو راه خطر يعني راه حالته خطيره. الغد لي يعني كل نهار كيخرجك تيقول لك خطيره يعني ما كاينش شي حاجه. رسالتي للمسؤولين تعاود التحقيق، رسالتي للمسؤولين يوقفوا معانا. خويا بغينا نعرفوا حنا خويا كيفاش مات، خويا كيفاش مات. هذاك السيد لاباس عليه، هذاك السيد لاباس عليه يعني عنده شركات في كازا، عنده قهوه تما. انا نقطه وحده بغيت نعرف، واش هذيك القهوه بها يعني هكاك زوينه وجات غير في الخلا ومقاده هكاك يعني غيكون فيها مطريان غيكون فيها وما فيهاش كاميرا؟ طيب ما يمكنش الناس على قد الحال وعادوا تيديروا كاميرات، هذيك واش ما فيهاش كاميرات؟ حيت ملي رجعت انا عند ولد العم ديالو هاد شي 3 ايام هادي وتنقول ليه درت بحال هكا قلت لي واش هاد القهوه ما فيهاش كاميرات؟ قال لي لا ما فيهاش الكاميرات. ما يمكنش، قلت له الكاميرات فين كاينين؟ قال لي عند واحد السيد هنا واحد مول الحانوت راه الجندرم راه داو الكاميرات. حنا بغينا نشوفوا الكاميرات، الا دروك داو الكاميرات حنا باغيين نشوفهم. حنا بغينا حاجه وحده، يعطونا سيدي الكاميرات نشوفوا شنو وقع ونبردوا صافي، ما بقاش غادي نهضروا نهائيا. حنا يعطونا غير الكاميرات نشوفوهم وما بقاش غادي نهضروا، يعطونا الكاميرات نشوفوهم. اللي تيقول لك راه خوك ما شاعلش الضو هذا، اصلا هذيك الطريق ما فيهاش بولات. ملي انا خرجت للطريق برا هذيك الطريق ما فيهاش البولات و 8 الليل كاين الظلام، ما يمكنش خويا ما يكونش شاعل الضو، ما يمكنش يعني خويا هذاك غادي وخويا تابعه قطع عليه عطاه طيحو صافي وزاد في حالته. انا كنطالب بنت تشدوا لي حقي في وليدي، عندي غادي بالوليد وخداني بلاه وخداني ولاني وليدي كندخل وخلاني وهزني السياره خلاني والو، بغيتكم تشدوا لي حقي. حنايا واحد الحاجه اللي بنوصلوها، حنا الفلوس ما بيناش الفلوس، حنا ما بيناش الفلوس. تيقولوا لك مثلا سير على سيرونس تابع المحكمه في المحكمه وهادي على صاب لا سيرونس، حنا سيدي ما بيناش الفلوس، حنا بينا الحق ديال الاخ ديالي يدبان، حنا بينا نشوفوا على داك السيد علاش ما تشدش. حنا اللي كنعرفوا في بلادنا يعني شي حد قتل شي حد خصو يتقبض بعدا على الاقل شهر، ما مقبوضش هذا نهائيا. سولت ولد العم ديالو قلت ليه واش تقبض؟ قال لي لا ما تقبضش. علاش غيتقبض؟ كيفاش علاش غيتقبض؟ خويا مات بحال قتل دبانه، خويا مات هو ما تقبضش علاش؟ ولدي ضاع واليوم بغيتي تشد لي الحق ديالي. الله يرحم والديكم، الموت ديالو واعره وما لهاش تاويل. جرحني شوطني انقطع لي قلبي، قتلني غرجع ليا. الوقيته اللي ضرب فيها هو بحال غتقول حسات يعني طاحت مريضه. هذيك الساعه اللي ضرب فيها هو طاحت مريضه، مشيت عندها بقيت معها الليل كامل، يعني الليل كامل وهي كتعيط بسميتو عبد اللطيف، عبد اللطيف الليل كامل. صافي وصلت ديك 3:30 كن دق جات كن نسمع الباب كي نسمع الدقه، انا تحليت كنتفاجئ باللي عمتي، وعمتي بعيده جات عندنا. جاتك قالت لها راه انا غير مريضه باش تمشي معايا للسبيطار. صافي مشات نضنا جات عندي عمتي قالت لي راه عبد اللطيف ضرب. سكتي ما تقولي والو، انا ما كانش في خباري هما في خبارهم باللي ضرب الليل كامل في خبار. صافي ناضت مشات معاهم. حنايا في دوله حق وقانون، ما باغا والو، باغا غير حق خويا. الا كان السيد اللي ضرب وكيتباها بفلوسه فحنايا فحنا عندنا الله، الا كان هو عنده الفلوس فحنا عندنا الله. ما باغا والو، باغا غير حق خويا. قبل ما يموت كيقول لك انا هذا العام بيت ندور على خوتي، بيت نشوفهم، بيت ندور على العائله، بيت نشوف هذا العام غنزور العائله كامله. يعني بسبب تهور شخص خويا مشى ضحيه، ما بغيت والو، بغيت حق خويا يتخدى صافي.